تعال أخدك على المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة. ماشي؟ تطوير الصناعة. وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد بروتوكول تعاون مع شركة إبدأ. أظن إحنا اتكلمنا قبل كده على مسألة إبدأ والشركة بتاعت إبدأ وتنمية إبدأ لتنمية المشروعات. إبدأ بتعمل حاجات كتير جدا علشان خاطر نقدر نوطن ونطور التصنيع في مصر. كويس؟ طيب. إيه البروتوكول اللي هيتعمل أو شكل التعاون اللي بيتعمل ما بين وزارة الإنتاج الحربي وما بين إبدأ؟ تعالوا نستضيف أو ناخد معانا على التليفون أستاذ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي. أهلا أهلا أهلا. أهلا بيك يا غريب. إزاي الصحة؟ كله تمام وحضرتك بالصحة والسلامة. سنة سعيدة علينا جميعا. علينا جميعا يا رب وعلى مصر كلها. طب أنا دلوقتي عندي كيان كبير وعظيم وهام ألا وهو وزارة الإنتاج الحربي. وعندي إبدأ وهم مجموعة الحقيقة متميزة جدا وبيساعدوا بقوة. لكن شكل التعاون اللي هيقوم ما بين الوزارة وما بين إبدأ إيه؟ ده كلام جميل جدا. احنا بالفعل احنا جهه تصنيعيه وجهه تدريبيه ايضا. وزاره الانتاج الحربي الحقيقه بتمتلك عدد كبير جدا من المصانع، يمكن 16 مصنع مهمتهم الرئيسيه تصنيع حربي واستغلال فائض الطاقه الانتاجيه في التصنيع المدني. وتمتلك وزاره الانتاج الحربي قطاع خاص بالتدريب مهمته الرئيسيه تدريب كافه العاملين داخل الانتاج الحربي، ولكن شكل التعاون مع ابدا الحقيقه مختلف. هرجع بحضرتك تقريبا شهر ونص كان في تعاون ما قبل البروتوكول، قبل تفعيل هذا البروتوكول كمان كان في تعاون ما بين قطاع التدريب التابع لوزاره الانتاج الحربي وابدا من حيث تدريب عدد من يعني المصريين في قرى حياه كريمه، وده كان تعاون مع حياه كريمه من خلال ابدا في محافظه سوهاج. احنا عندنا عربيه بيتم تصنيعها ويعني ادراج محتوياتها لعدد من الحرف اليدويه اللي تخدم عدد من العاملين او تدريب عدد من المصريين اصحاب اليد الماهره يعني في قرى مصر المختلفه، في محافظات يمكن بتخدم حياة كريمة بتشتغل عليها الفترة اللي فاتت. وبالتالي العربية دي بتوفر تقريبا من 4 لـ5 حرف، سواء بقى خراطة تكييف وتبريد وهكذا من هذه الحرف اليدوية. عندنا عدد كبير من المدربين اللي اشتغلوا في المصانع الانتاج الحربي بشكل قوي جدا وعندهم من الخبرة الكثير والكثير، وبالتالي بيخرج من وزارة الانتاج الحربي او شكل التعاون ده مع ابدا هيكون في عدد من المحافظات، طبعا وفق دراسات ابدا عملها لعدد من العمال بحيث يتم تدريبهم على هذه الحرف، ومن ثم بعد ذلك يكون ليهم ورش خاصه. احنا دورنا كوزاره الانتاج الحربي ان احنا بنوفر العربيه الخاصه بالتدريب والمدربين. دي فكرة حلوة جدا، بس وحضرتك بتتكلم جات لي فكرة تانية. تفضل. العربية دي مجهزة مثلا بالمخارط وحاجات زي كده عشان الناس تتدرب عليها على الخراطة. وحاجات تانية مجهزة زي ما حضرتك قلت لي تبريد وتكييف إلخ إلخ إلخ، في أكتر من نوع من أنواع الصناعات اللي ممكن تشتغل عليها العمالة الماهرة، صح كده؟ مظبوط يا فندم. هي العربية دي مش ينفع تبقى ورشة؟ ينفع تبقى ورشة، ولكن طبعا محتاجة سيفتي أكتر، محتاجة يكون يعني ستيج مختلفة، وده موجود في البروتوكول. يعني حضرتك واضح إن حضرتك قريت البروتوكول. والله العظيم أبدا. تصدق بقى أنا كل اللي جه في بالي إيه المانع إن أنا يبقى في عندي ورشة خراطة متنقلة، حتى يعني صاحب الورشة لما نعمل له تيسير وتسهيل في الدفع وتاتا تاتا هو اللي هيبقى محطوط تحت إيد حد يخرجه من الورشة كل 3 أو 4 سنين عشان عاوز يعلي الإيجار عفياجة، أو إنه تبقى الورشة بعيدة عن مكان الشغل، والله جاله شغلانة في السريع البني يقدر يعملها مثلا في بني سويف وهو من القاهرة يقدر يروح على هناك، كلام من ده يعني. فجات لي يعني وأنت بتتكلم السيارة، يمكن أنا كنت باعت للإعداد صور ليها أتمنى يتم عرضها. بتتعرض بالفعل. طيب عظيم جدا. هي شكل العربية حجمها كبير، طبعا تكلفتها على شخص واحد ممكن تكون كبيرة، ولكن هي الفكرة هنا خلينا يعني نمشي ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه. ان احنا
في الوقت الراهن احنا عندنا فكره في تنميه المصري بشكل كبير جدا، تنميه مهاراته واستغلال الطاقات الموجوده في وزارات مختلفه زي وزاره الانتاج الحربي في تنميه هذه المهارات. ده دورنا دلوقتي ان احنا نشتغل على التدريب وان شاء الله نأهل عدد كبير جدا. ابدا الحقيقه وحياه كريمه هم يتكلموا اكثر بالتاكيد عن ده. في المراحل القادمه هيتم توفير كمان ورش لأهلنا وناسنا في القرى الأكثر احتياجاً وقرى حياة كريمة من خلال إن شاء الله المبادرة. بس قلت لي شكلك قريت البروتوكول. هو البروتوكول في حاجة إن العربيات دي ممكن يصاحبها إنتاج كمي فتبقى سعرها أيسر شوية، وبالتعاون مع مجموعة من البنوك المصرية نقدر نديها لل يا رب إن شاء الله. إن شاء الله نقدر نعمل ده قريب إن شاء الله بإذن الله، يكون ده خطوة من الخطوات القادمة. لكن خطوة القادمة إن شاء الله تدريب يكون تدريب عندنا تدريب بلان أو خطة تدريب بالضبط، وخطة لمدة 3 شهور، وده اللي طلبه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي طبعا. إن يكون في خطة واضحة للمحافظات وشكل التدريب اللي هيتم وعدد الناس اللي هيتم تدريبها خلال ال3 شهور الجايين إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ محمد بكر المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي.